مشاريع تنموية وخدمية كان المجلس البلدي بالمحافظة شاهدا عليها، ودراسات ورؤى وتطلعات أفرزتها المرحلة الأولى شملت مختلف القطاعات بالمحافظة. تجري اليوم عملية تصويت الخاصة باللجان العاملة في اللجان الانتخابية. طبعا العملية بدأت في الساعة 8 من صباح هذا اليوم، والإقبال والحمد لله يعني كان جيد من أعضاء اللجان الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية. مشهد رائع تتجسد فيه الصورة الحقيقية لميلاد مرحلة جديدة تضم فيها نخبة من أبناء الوطن المخلصين من أعضاء اللجان، وهم يدلون بأصواتهم إيذانا ببدء مرحلة جديدة من عمر المجلس. أتحدث عن ولاية البريمي. طبعا عندنا مركزين للانتخابات، مركز للذكور وآخر للإناث. الجاهزية بدأت مثل ما ذكرت بوقت مبكر، ولله الحمد الآن يعني جاهزين على أتم الاستعداد. اليوم طبعا كما تشاهدون هي انتخابات اللجان، أعضاء اللجان، ويعني بدأت منذ صباح اليوم، ولله الحمد مستمرة والأمور مستتبة جدا. أنهت اللجان المختلفة بالمجلس البلدي في ولايات المحافظة الثلاث البريمي ومحضة وسنينة استعداداتها لانتخابات المرحلة الثانية من المجلس من خلال إعداد اللجان وتوزيع المهام وتهيئة المواقع الانتخابية. بالنسبة للمراكز إن شاء الله راح تستلم يوم الخميس بعد نهاية الدوام المدرسي، وأيضا راح يتم تجهيزها كتركيب أجهزة ويعني الجوانب الأخرى. المجلس البلدي في مرحلته الأولى ومن خلال استعراضه للمواضيع المتنوعة أسهم بشكل فاعل في إيجاد قنوات فاعلة للتواصل المجتمعي بين أعضاء المجلس ومختلف شرائح المجتمع بالمحافظة. سلطان بن خميس.